حصلت وياك مشاكل فترة توليك وزارة النقل، ويقال أن هذه المشاكل كانت بسبب رفضك لقرار حل الخطوط الجوية العراقية. نعم، يعني كان أكو هناك مخطط. هذا الكلام حقيقي؟ أي صحيح، لأنه رادوا يعلنون إفلاس شركة الخطوط الجوية. هي كانت رابحة؟ رابحة أي، فهو من إجوا يعلنوها. شوف، هو باوع بالعنوان العام، يقولون إحنا علينا ديون الكويت تطلبنا، فإحنا نعلن إفلاسها حتى بعد الكويت ما تطالبنا. فأني قلت الرئيس الوزراء، قلت له دولة الرئيس الوريث المتوفي إلى وريث لو لا، يعني إذا واحد يتوفى أكو وراء وريث لو لا؟ قال إيه، يعني شنو؟ قلت له يعني الدائن إذا توفى المدين يتبع الوريث. زين، قالوا شنو علاقتها؟ فالمستشار القانوني قال دولة الرئيس يقصد يعني الخطوط الجوية من تعلن إفلاسها إذا هي مديونة، الدائن يروح يتابع الوريث اللي هي وزارة المالية. فأنت إذا تعلن إفلاس ما راح تحل المشكلة. قالوا لا، احنا إلا نعلن إفلاس، رغم ما أنا شرحت لهم. زين، يعني كان يصدر قرار من الدولة لو أكو جهات سياسية رادت تعلن؟ هو هذا قرار مجلس وزراء لإعلان الإفلاس. إذا أنا من فهمتك إعلان الإفلاس ما يحل مشكلة الديون مال الكويت. زين، أنت ليش تصر على الإفلاس؟ لأن أكو جهات سياسية تريد تسوي شركات طيران. ذاك الوقت كان بعض السياسيين يناقش لي شنو أرباح الطيران، الخطوط الجوية شقد ترباح، يردون يعني هيمنون على خبزة الخطوط الجوية و 3500 موظف. زي، يصير مصيرهم مصير التصنيع العسكري. بس هاي قوية، كانوا يسألوك حتى يشوفون انه بها ارباح. نعم، يفوتون على هذا المجال، وجايبين لهم واحد مستشار طيران لبناني ويقول لهم اذا تريد تأسسون شركات طيران اعلنوا فلاس الخطوط الجوية العراقية. فمن صوتوا قرار مجلس الوزراء اعلان الافلاس، انا ما صوتت، رفضت القرار. زين، ومن كان يسويها بوقت المالكي ما يصوت على قرار؟ أنا ما صوتت، وأنا حتى جولات تراخيص ما صوتت. فرحت بعدين استدعوني، عقدوا اجتماع عدد من الوزراء، يعني أحدهم يمثل يعني منطقة الشمالية وأحدهم يمثل أحزاب يعني المهيمنة تقريبا. قالوا أنت ليش ما تنفذ قرار مجلس الوزراء؟ قلت لقرار مجلس الوزراء يخالف القانون.